السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ توحشتكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكريم ديال الحبوب. بصراحه انا استعملته وعجبني، داكشي باش قلت نشاركو معكم. هذا الكريم سميتو كريم ديفيرين، عنده بزاف ديال المزايا، فانا غادي نشاركها معكم اليوم. المهم البنات ما تنساونيش بجيم وبارطاج، وما تنساوش اللي يلا كيشوفوا الفيديو يديروا ابوني القناة. اوكي نبداو. هذا الكريم، هذا ديفيرين، كريم كيصلح الحبوب، كيصلح التقشير ديال الوجه، كيعاون على اننا يتحيدوا لينا لي بوان نوار، كيعاون على اذا كان شي كحوله في الوجه انه يحيد. ما نقول لكم غير يحيد 100% ديك الكوشه البيض، الا كانت شي طبعه. بعد مرات كيكونوا شي طبعات في الوجه بحال الكلف، لكن كينقصهم، ما كتحيدهاش 100%، ولكن كتنقصها. الوجه كيولي فيه كيعطيه واحد اللمعان. المهم هاد الكريم الصراحه زوين بزاف، وانا فاش درتو زعما لقيت نتيجه زوينه بزاف وعجبتني. مثلا اللي كينوض فيه الحبوب بزاف، دوك الحبوب كيبسهم، وحنا هادي عارفين ان الحبوب ملي كيبسو كيخليو لا طراس، فهو داك التقشير اللي كيدير لك لوجهك كيعاون ان الحبوب ما يبقاش داك لا طراس ديالهم، وفي نفس الوقت كيوليو لك وجهك فيه واحد الكلا. غير هي اشنو كتحتاج؟ كتحتاج انك ديريها هي، ويكون عندك شي كريم ايدغاتونت ديريه، حيت هي كتنشف شويه الوجه. اليوم وغدا واليوم وغدا واليوم وغدا كتحسي بوجهك راه بدا كينشف شي شويه، دونك شي خصكي معاه كريم ايدغاتونت. دونك انا نقول لكم واحد النقطه، راه تقدر شحال من واحد ما يكونش رد ليها البال. دونك كاينه ديفيرين كريم، هانتوما هي مكتوبه هنا كريم، وكتلقى وحده ديفيرين وهنايا مكتوبه جيل. فاشنو الفرق بين الكريم وبين الجيل؟ الكريم كتكون شويه خفيفه، ياك لي مثلا وجهه حساس، دغيا كيولي ليه حمار وداكشي، ما يصلح ليش الديفيرين جيل، حيتاش هذيك مجهده بحال اللي عندهم البشره العاديه واللي وجهه ما تيوقع ليه والو، واخا ما حتى شي يدير ليه ما تيوقع ليه والو، ممكن يدير هذيك ديفيرين جيل. ولكن بالنسبه اللي وجهه سونسيبل ودغيا فهمتي، كاينين شي وجوه اللي تيكونوا حساسين بزاف، فمن الاحسن يبداو بهذه ديفيرين كريم. وانا نفضل بالنسبه لي الله غير يبدا ديفيرين، يبدا بديفيرين كريم من الاحسن، احسن ما يدير ديفيرين جيل، يبدا بها بعدا هي الاولانيه حتى يشوفها كي جاتو مع وجهه، عاد من بعد ديك الساعه الا بغى يدير يدوز لديفيرين جيل ديك الساعه ماشي مشكل. الو ندوزو دابا لطريقه الاستعمال. طريقه الاستعمال كنبداو بنهاريه ونهار لا. علاش كنديرو هاد النهاريه ونهار لا؟ كنديرو نهاريه ونهار لا في الاول باش نشوفو وجهنا واش غادي يعطيش ردة الفعل، يعني واش غادي نديروها وغادي مثلا يحمر لينا وجهنا او لا يحرقنا وجهنا او لا شي ردة الفعل اللي ما عرفناش. كل واحد تقدر تطلع ليه على حساب وجهه، يعني كنديروها نهاريه ونهار لا. المقدار اللي كنديرو فراه ما كنديروش بزاف، كناخذو نقيطه قد حبه العدسه، دونك هذه شويه قليله علينا غتجي بحال هكا قد حبه العدس اللي كناخذو كنديروها على الوجه كامل. وغادي تقولي لي لا راه قليله ولا اسميتو، ولا بالعكس هاد النقيطه هذه بغيتي دوزيها على وجهك كاملو. بغيتي تخلي البلايص اللي ما تدوزيش عليهم، هما عندك المحيط ديال العين ديال دورات العين ما تدوزيش عليه، عندك المحيط ديال الفم حتى هو ما تقربيش ليه، ودوك الجنيبات ديال الانف ديالنا حتى هما هادو ما تقيسيهمش. هادو هما ثلاثه البلايص اللي ما تقربيش ليهم الديفيرين، حيتاش هي راها شويه مجهده، فهادوك البلايص ملي توصلهم فدغيا كطيبهم. وملي تنقول لك نديرو حبه قد حبه العدس،
فهذا هو القياس اللي الله اللي يتولى، يعني الا درنا اكثر فراه غادي بحال بغيتي تحرقي وجهك. كاين اللي تيقول لا نكثر باش تعطيني النتيجه، فراه بالعكس، فراه الا كثرتي راه كيتحرق الوجه. فلذا كنديرو قد حبات تاع العدس كنوزعوه على الوجه كامله، فراه كتعطي النتيجه. فالوغ بعد ما ناخذ قد حبات العدس وندوزوها على الوجه ديالنا ياك، صافي كنديروها في الليل طبيعه الحال راه كنمشيو كننعسو. الغد ليه، ولكن قبل ما نديروها اسمحوا لي نسيت هذه النقطه، قبل ما نديروها كنغسلو وجهنا. كل وحده على حسب المنظف اللي كدير لوجهها، كتنظفي وجهك يعني من الاوساخ ديال النهار، من لي كروم، يعني الا كنتي دايره الماكياج المهم الوجه يكون نقي، كتستعمليها كتدخلي تنعسي. الغد ليه في الصباح كتعاوتاني كتمسحيها بالغسول اليومي ديالك ديال الوجه، كتغسليها وكدير كريم ايدغاتونت. فضروري كريم ايدغاتونت البنات، يعني ما تنساوهاش. كنديرو كريم ايدغاتونت صافي وكنبقاو. شفنا هذاك النهارات كيدوز، هذاك النهار ما كنديروهاش، شفنا وجهنا مزيان موقع فيه والو، ما طلعت لينا لا حموره لا حتى شي حاجه، كنعاودو نديروها النهار الثالث بنفس الطريقه، كنخليو النهار الرابع ما كنديروهاش وكنشوفو عطاتنا نتيجه مزيانه. كندوزو سيمانه هكا نهاري ونهار لا لمده اسبوع. من بعد داك الاسبوع كنبقاو نديروها كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار، والنتيجه ديالتها راه كتبقى نهار على نهار. ما غنقولكش غتبان لك النتيجه في سيمانه ولا في 15 يوم، النتيجه ديالتها ما كتبان على شهر. باش ماشي ديروها وتقولوا لي لا راه النتيجه ما بانتش ولا هادي، لا النتيجه ما كتبان حتى كدوز شهر عاد كتبان لك النتيجه، عادة كتبان لك النتيجه بلي راه وجهك صفا، بلي راه بدا فيه اللمعان، الحبوب اللي خلاص راهي كديري على الحبه كتيبس، هذيك راه غادي تبان لك. ولكن كنهضروا حنا على انه يصفى لك وجهك وانه يولي فيه اللمعان، وان الا كانوا شي بقع كحلين كيف قلت لكم قوله بحال الكلف كينقصوا، ما تيحيدوش ولكن تينقصوا، كتنقص الكحوله ديالتهم. فهادشي كامله ما كيبان على مده شهر، وضروري من لا كريم ايدغاتونت و لي كرون سولير ملي تكونوا خارجين ضروري، حيت هي شويه مع الشمس فما ما كيتلاقوش، فضروري من لي كرون سولير ملي تكونوا خارجين. اولا حتى الا كنتو في الدار صراحه راه حتى هي اللي كيطيب ولا اللي كيطيب الخبز ولا سميتو راه ضروري من لي كرون، حيت حتى هذاك البخار اولا الصاد ديال الفران في الطوره تاثر لينا على الوجه ديالنا. فمن الاحسن نبقاو نديرو ليكرون صافي، وكتبقاي كديريها تبعيها المده اللي انت بغيتي، فراه هي ما فيهاش حتى شي تاثير. في الاول اللي تتكون هذيك الصعوبه ديال تخافي الوجه انه يتحسس منها، فهذه هي فاش كتكون الصعوبه، اما من بعد فراه ما تخافيش منها، كتبقاي كديريها كيف ما بغيتي. فكنتمنى البنات يكون عجبكم اليوم الفيديو، انا في الحقيقه حبيت نشاركها معكم حيت انا درتها وبالفعل عطاتني نتيجه زوينه بزاف، فقلت علاش لا انني ما نشاركهاش معكم وانكم تعرفوها وتعرفوا الفرق بين ديفيرين كريم وديفيرين جيل. تنتمنى البنات ما تنساونيش بالتعليقات ديالكم وبلي لايك، وشكرا لكم وحتى فيديو اخر ان شاء الله.